الحمد لله اخيرا خلصت ال5 سنين بتاع المذاكره ومش هذاكر تاني ومش هشوف كتب تاني وهشتغل والفلوس هتجري في ايدي وكل الاحلام دي. انا سمية سعيد وهكلمكم النهارده عن حقيقه فتره الامتياز. الحمد لله على السلامه وصلنا الخرطوم. الحمد لله على السلامه احنا وصلنا الخرطوم. وصلت سنتين الامتياز بعد 5 سنين المذاكره وده طبعا حسب النظام الجديد 5+2 ومستعد انك تستلم الامتياز بتاعك. ونصيحه من كل الدفعات الاكبر انك تستغل الفتره دي على قد ما تقدر، سواء بقى انك تذاكر وتحضر معادلات عشان تسافر او انك تتدرب على التخصص اللي انت عايز تكمل فيه او حتى تشتغل وتعمل فلوس. نظام الامتياز في سيستم 5+2 مش معروف قوي لان اول دفعه تدخل فيه الامتياز السنه دي، فهو مش محدد قوي ممكن يغيروا ويطوروا فيه السنين الجاية. لكن عامه هو اول سنه بتكون اجباري انك تقضيها في المستشفى الجامعي بتاعتك، وبتكون 4 راوندات كل راوند 3 شهور في تخصصات اطفال ونساء وبطنة وجراحة. تاني سنه تقدر بقى انك تاخدها في اي مستشفى تانية سواء بقى جنب بيتك او في مكان التعليم فيه احسن، وتبدا تاخد باقي التخصصات زي الرمد وغيره. الحضور والغياب بيبقى حسب الراوند اللي انت فيه وحسب النائب المسؤول عن الامتياز. في نائب بيحب ان الامتياز اللي معاه يتعلموا كويس وانهم لازم يحضروا، وفي اماكن تانية بتعتبر الامتياز دول طلبة وعبء على المستشفى فمش بيركزوا معاهم قوي. وزيه زي اي شغل بيكون في اجازات، بيكونوا عادة 10 اعتيادية و5 طارئة. اعتيادية يعني انا مش عايز اروح الشغل الاسبوع ده فهاخد كام يوم اجازة اعتيادية، لكن الاجازة الطارئة بتكون ان هو انا صحيت عندي ظرف او تعبان مش اقدر اروح المستشفى فممكن تاني يوم اخد اجازة طارئة. لكن ما تقلقش، الحالة الوحيدة اللي انت ممكن تعيد في راوند كله ان النايب ما يشوفش وشك طول الراوند. بالنسبة للمرتب الوافدين ما لهمش مكافأة امتياز للأسف، لكن المصريين ممكن يوصلوا حوالي 3000 جنيه بعد الضرايب والخصومات والحاجات دي كلها، لكن في كلام من نقابة الأطباء ان هم ممكن يزيدوا فيا مسهل. واخيرا، هل نقدر نشتغل بره المستشفيات في فترة الامتياز؟ الإجابة في مستشفيات خاصة ومراكز طبية ممكن توظف طلاب الامتياز في الاستقبال او شغل برايفت. تابعونا علشان توصل لكم فيديوهاتنا عن المعادلات وباقي فرص السفر، ولو عندكم اي سؤال اكتبوه في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم. انا سمية سعيد.